السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكين هو برنامجكي بر مركا عاد براتو يا أستاذ أسد ومر لواد إذن كسو نقضي و إذن ديكي دونا مادة اللغة العربية و أي نمر كوه ريساس وقادن طونو قيبت النحوها و أي نهرو ودني وحن إن كل حجر ري الممنوع من صرفي و أي نرصد حديثي موضوعي هوري أي نهرو صو طوبني إم كان وحن كسي بودا جرا الممنوع من صرفي مركي هوري وينجي لبا قيبوضو قيبني قيب أي سبب ممنوع من الصرف أي أص أي سبب هو تهاي إن أي سبب يجير تأم علة كليه هي قيب هو ده الصعدة لا والله وعلو لا والله وضع علو أي إنه مركب ما أنت قيب تدي لبعض سي وضعنا قال كم واحد نواه يصنع الممنوع من الصرف للعالمية ووزني ووزني الفعل ووزن الفعل واحد نري صرف جوه وها إن اسمي قاطه تنوين يحصله ممنوع من الصرف هنا وشيء اسمي كستو عن قاعدن تنوين يحصله وحأوم مركها والسببه إنه اسمي كأنه إمك هلك كحسي طورنا أما مقعيدة أما سبادي السوق قاعدن طورنا أي ممنوع من الصرف تهي لبس سببه درتود سبب تكواد وإن أي أسماء عدن يهين أسماء علامة سبب طلع بعضنا إن أي كوي مادين سبب الله يقان وزن الفعل مركها فلا إنه إمك تصل على ياشي سوق عذنه وحي إنه هل كان هاي سنة كلمة أحمد أحمد وحى إنه كأي نوع اسم ممنوع من صرفه أو أن قاعدن دونين تنوين قاعدن مايو خاصدون قاعدن مايو أحمد هذا بالله بس سبب درتود أيانو تنوين قاعدنين uu qaadanayeen in markaasii hoos dhawn uu qaadanayeen waxa aynu nidi marka koowaad ahmed waa kelimad waa calam calamku waa ismi kasto oo ay dadku lagu magacaabo ama qabaailka lagu magacaabo ama magaalooyinka lagu magacaabo asmaada waxa la yiraahdaa calam marka ahmed marka koowaad horta waa ismi calam ah marka labaad waxa uu ku yimid وزنك الله يقانو على وزن الفعل هل كان مركا انو يرشا راحنو وحا انو سوقا اظننا انا اي اسكو ايغي هين وزنك فعل كمضارع بل وحا انو ايغينا احمد وحا انو هايسانا هل كان انا احمد انا احمد الله انا احمد الله ايو كان وين نري هذا أحمد الله طلب هذا كلمة وصي يا جا وحين هاي سنة أحمد أو مقع هي أحمد الله أو فعل مركها وحويا أحمد وأنا علم وحين كتمت أما أيو أكتاي وزن فعل كم مضارع أيو أكتاي مركها وحين لأن أحمد وممنوع من الصرف لبس سبب درتود سبب تكواد إن أيهرت علم تاي وهو للعالمية علم أحانش كو إيا إني مركا لبات كو تيميد أما أي اسكو إيجي هين وزنك فعلك مضارع إذن هناك علة تاني يمنعاني هذا الاسم من الصرف لبدا علة دون نوحي نقنيان إن أولا أنها كلمة علم ثانيا أنها كلمة جاد على وزن الفعل مر لبات قفا بين وبحيني أكرم 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 مركا أي نودين عكايك نوع فعل ماضي أو أكرم علي أخاه بك سوقات مروح أي نري هذا أكرم كو ومقع قف مرنا وحا أي نري أكرم علي أخاه بك سوقات لابدا بالسكو إياك لابدا كلمة دو تاهر هو اسم هو مقع قف ولو بحيي تالا بعضنا waa fiil maadi marka waxa isku eegihiin taa waxaan leenahay marka koowaad waa calam waa ism magac qof bilaadan marka labaad waxa uu eegtahay ala wazn al fiil bay ku timid oo fiilka maadi ah akrama akrama ayay uu eegtahay marka wazn al fiiligu waa xuruuftana way isku leegihiin een xarakooyinkooguna waa inay is qaataan fa midalan hadaynu labadan isku qiyaasno ah ahmed oo aynu tirino أي واحد اثنان ثلاثة أربعة كنا وايمسة واحد اثنان
ثلاثة أربعة إذن حكا تيرادا هو إسكا لجيهين حركوين كانوا إسكا جم أحمد فتحة وهرسة أحمد فتحة وهرسة وحكو حكتا سكون تنا سكون بقى حكتا تنا فرحة حكتا إذن لبعض وزن الفعل إيو كلمة كلا وأجي وإنا إسكا إسكا لك هذا لبعض قيبوا قيبتك واضح إن هرت حاجة حروف تسلك هذا أحمد يا أحمد حكا حركوين كنا وأنا إسكاب النقدان بمعنى هل كأي فتحة تعد عضي تان وين فتحة عضه هل كأي سكون تعد عضي وين ثان سكون تعد عضه هل كألي فتحة تعد عضي وين فتحة تعد عضه هل كأضم بيسنا حد يجي يروح على هذا كلمة النحو هاي إسكاله إسبت بدلها كوي مادة إذا واحد إنه هاي سنة لبك كلمة دوت أو أي نوع نحي وممنوع من الصرف لبدا كلمة دوت منا وأحمد متنا وأكرم إذن لابد كلمة دوسة إنه قلنا إنه ممنوع من الصرف تاعي حد يجي يروح على مرني ما كانوا صرف كهلا إنه إسكت جدوم إسبت بدل أي إنه إيجنا مركا واحد نصوم مرننا في الحالات ثلاثة التي يمر بها الاسم صدح ذا لابد حال صدح ذا حال ضد اسم وصومره في حالة الرفع إيه في حالة النصب إيه في حالة الجر إذن اسمه صومرة إنه أما مرفوع بنقن أما منصوب بنقن أنا بمجرور بنا. مركا اسمه مرفوعي هاي. هذا يجر وين قاطه طمع. مركا منصوب هنا فتح قاضنا يا. مركا مجرور هنا كسر قاطه. حتى اسمه كان وحين كا إلى الجر هذا يجر. وحين لا إنه اسمه أحمد قرته مصروف معه. ما دام أنا مصروف هاي وحين كا إلى لنا إنه مركا توين قاطه. خاص لو ما هذا وين كا إلى لنا. وحين سوق قاضنا هنا حضر. حضر هذا فعل ماضي. وإذا وجد الفعل لا بد أن يوجد له فاعل مرك إنه حضر هاي صنع أو إنه أحمد سوق عذنه حضر أحمد وحويا وفعل يفعل أحمد وفاعل أحمد وفاعل إذا وحلي أن هاي الفاعل دائما يكون مرفوعا إذا مرك إنه إعراب إنه حضر فعل ماض مبني على الفتح وأحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو ممنوع من الصرف وهو ممنوع من الصرف لأنه لا يقبل التنوين ولا يأخذ تنوين تنوين مقاطه سيدا درادة حلانا مرفوع بالضمة واحدة وهو ممنوع من الصرف للسببين وهو ممنوع من الصرف للسببين السبب الأول هو أنه جاء علما إذن للعالمية والسبب الثاني هو أنه جاء على وزن الفعل المضارع أو الماضي إذن حلانا هاي اسم غني وحن لنا وفعل ماضي ممنوع على الفتح أحمد وفاعل مرفوع بضمة واحدة وليس ضمتين مركا إنه هل كاكسو قرر وحا إنه لنا مثلا رأيت أحمد أحمد حتى إنه إعراب هل كايمكا إنه لنا وبهضو رأيت وفعل يفاعل ولا سرعية رأيت فعل يو فاعل إذا وجد فعل وفاعل لا بد أن يأتي بعدهما مفعول به والمفعول به لا بد أن يكون منصوبا مفعول به يكون هذا الجر ومنصوب سداد رادد فتحة وين إنه أرجنه لكن ما هي نخيل علينا لا بد أن نحترز من التنوين تنوين وين نخيل علينا لأنه اسم ممنوع من الصرف مركب حنا لأن هاي رأيت وفعل وفاعل أحمد ومفعول به منصوب بفتحة واحدة لأنه اسم ممنوع من الصرف لعلتين أو لسببين للعلمية ووزن الفعل وأنا علم وزن جي فعل كمضارعنا وكوي مت كان هراء أو الكلام كان هراء هذا أحمده هي مر كان هذا أنا أحمد الله أنا وإلهي بانو مهنا قيا كاسنا هذا أحمد لبدا متنوع اسمي متنوع فعل لكن واسكو صر صرتو ذا إسلك مر كان هذا إنه وزن جنا لبح على ضوط بينو اعتبارنا أما إنه إيجينا إن عدد الحروف إسكالك هذا عدد الحروف شيء مر كشيء اللي هو ميسامي تردو ذو وين أي إسلكهين واي مركا ترادا اي اسكال لك هادان وان اي ترتيب الحركاتنا اي ترتيب الحركات نجرت ترتيب الحركات مركا يمكو مركا انو اسكو ميسامينا احمد يا احمد وانو ترسلنا هورتا عدد الحروف وانا شنطن تنواشا كو ترتيب الحركات ترتيب الحركات حركو يكونا ترتيب توامحي حالك اي حركات هورا دعضي تطمبنا وين نفس الحركة العضو إذن هنا أحمد الحركة الأولى هي الفتح وهنا أحمد الله الحركة الأولى فتح
الحركة الثانية التي تلي الفتحة حركة لبعض لا صعوبة أما كحكتة تهور وسكون وهنا سكون. الحركة الثالثة الفتحة يظن وفتحة ليس بضرورة ما ها شرطي إلى إلا فتح حركات به إسكو إيك هذا أنا يمكن أحمد أبين نري هل كان أحمد أم بيسك أحانسة ما دام أنا كهرين وحكر ربع يوح ربعتون سداد رادد حركة ضوطا بيسن نحوها له واسم البتشاء مرحبا هل كان أحمد المرة إنه حلان هو مفعول به منصوب بفتحة واحدة لأنه اسم ممنوع من الصرف لأنه اسم ممنوع من الصرف وياي نظرت بسوق عضو نظرت إلى أحمد أحمد إذا وحنا هل كان هيسنا نظرت إلى أحمد نظرت هو فعل يفعل زين هراء وصوش يجني لكن وحنا وصو بيري حرف لا إلى هو كم إذا حروفته فعل هذا هوس روضة فعل هذا هوس روضة عفوا اسم هذا هوس روضة بمعنى وحنا هيسنا اسم كاستو أو كتم بيو كتم بيو حرف لا إلى حرف جري وإنه يستغون هوس روضة تاسع شرطية لكن هل كان وحنا أرقينا أحم إلى أو حرف جري أو اسم كتم بيو هوس روضة إنه هل كان أحمد فتح سيني لماذا؟ وحين لا نهي لأن هذا اسم ممنوع من صرفه وصوبته هو محبة يلي سويدين كرا والسبب هو أنه ما للعالمية كو إنه عالمي هيك اسم كان ثانيا أنه جاء على وزن الفعل وزن الفعل ذا وين غاس لكرنا ونري وحويا وإن يسلك هذا ويسكو صار نقضان حق تراد حروفته هي ترتيب حركاته marka wasniga ficilka maadana uu noqon kara ficilka mudari uu noqon kara ficilka maadana uu noqon kara hada akram mubabatir hada akram en akram kaasi waa en waa magac qof laakin akrama aliyuna khama kanuna akrama iyaduna waa mahay waa ficil laakin marka la isku eego waxa weeyaan akram sida ahmed uu maadu isticmaalaysa oo hadaad ku beddesho hadara akramu raaytu akrama nadartu ila akrama waye markay noqoto halka marayno ila waxa xarfi jir waxa ka dambeeyay inuu hoos dhabi jiray laakiin imiga waxaanu aragnaa in ay ismi kelmadii ka dambeysay ay hoos dhaw diiday oo waa maxay sababtu laanahu ismu mamnuun min asrfi oo maxa sarfiga ay loogu diiday waxa la leeyahay hada bi sababi wujudi illatayn iyada oo meesha laba cilayaan cilada koowaad oo ah annahu ismun alam lil alamiyati ثانيا انه جاء على وزن الفعل اي كيمت انت مره واخا انه فهمي مانتا انه صفته ان waxaan u jeedaa in cilada labaad ee aynu soo qaadanay markii hore waxaan soo qaadanay lil calamiyati wa ta'nith maantana waxaynu maraynaa wixii mamnuuc min sarfi ka dhigayay oo ah lil calamiyati wa wazn al fi'l marka maanta intaas aynu ku soo gabagabeyntoona insha Allah wa ino iyo halqada labaad ee tan ku sii xigta insha Allah oo si degdeg ah oo iman doonta hadii Ilaahay raaxo. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.